في البداية بس حابب أقول مبروك، ألف مبروك لكل الطلبة، وأكد كلامي تاني يا جماعة، ده جروب دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اللي هو فيه أولياء الأمور، مجموعة كبيرة من أولياء الأمور. وده كان واحد سأله سؤال يعني فيما معناه، بس عشان ما أطولش عليكم الفيديو، لأن الفيديو ده خاص بالمناهج، تابعوا معايا الفيديو بس للآخر. إن هو بيسأل عن الامتحان التكميلي ده هيبقى بالنسبة لإيه؟ فالوزير قال الامتحان التكميلي في الترم الأول لمن لم يحضر فقط وأجتاز، يعني كلام واضح وصريح. في الترم الثاني بقى عند ظهور متوسط الامتحانات بعد الامتحان التكميلي لمن تقع درجاته متوسط في المنطقة الرمادي، يعني المنطقة الرمادي دي مقصود بها الترم الثاني، مش أنا اللي بقول ده، بقول ده كلام وزير التربية والتعليم شخصيا زي ما انتم شايفين في الصورة. النهاردة بقى هنشوف مواصفات الورقة الامتحانية الجديدة لكل المواد، سواء أولى ثانوي أو تاني علمي أو تاني أدبي. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع كل الأخبار بمصداقية من وزارة التربية والتعليم. هنبدأ بأولى ثانوي، مواصفات ورقة اللغة العربية 15 سؤال، التاريخ 10 أسئلة، الجغرافيا 10 أسئلة، اللغة الأجنبية 10 أسئلة، اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤال اللي هي الإنجليش، والفرنساوي 10، فلسفة والمنطق 10، والرياضة 10، والكيمياء 10، والفيزياء 10، والأحياء 10. هيبقى طبعا النظام هيبقى معاك ورقتين، ورقة هتبقى فيها منزلها الموجه اللي فيها حاجات تقريبية للامتحان اللي انت هتمتحنه، والورقة التانية هتبقى ورقة الأسئلة. مدة الامتحان حتى الآن كل مادة هتبقى ساعة. طيب بالنسبة لامتحان الصف الثاني ثانوي الشعبة العلمية، العربي 15، رياضة 1 10، رياضة 2 10. وانا كنت عملت فيديو هنا قبل كده، نزلت ان الرياضة كام حساب مثلثات وكم جبر والكلام ده كله يعني. الانجليزي 15 سؤال، واللغة الاجنبية التانية 10 اسئلة، الكيمياء والفيزياء والاحياء هتبقى 10 اسئلة بنفس برضو الامكانيات بنفس المواصفات، اللي هو هيبقى فيه معاك ورقتين، وهتبقى فيه ورقة بالقوانين او المعادلات او الحاجات اللي هي هتخدمك في حل الامتحان بعد الغاء البابل شي. بالنسبة للأدب بقى، اللغة العربية 15 سؤال، التاريخ 10 أسئلة، والرياضة 1 10 أسئلة، اللغة الأجنبية 15 سؤال، والفلسفة وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا 10 أسئلة. أتمنى أكون وصلت لكم كل المعلومات، بالتوفيق للجميع.